يا أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم جميعا. العودة بعد توقف قصير نسبيا عن تنزيل الفيديوهات وكذلك للعمل للأصدقاء الآخرين الذين يعرفونني ليس عن طريق اليوتيوب. السبب في هذا الغياب كان هو، بارك الله فيكم و بارك في صحتكم وصحتنا أجمعين، هو لأسباب صحية. أنا الآن أمام إحدى المصحات ذاهب للاستخلاص بعض الأوراق الطبية لملف أحد أفراد العائلة بعد أن أصيب بوعكة صحية. هذا كان هو السبب. كنت في مهمة مع هذا أحد أفراد العائلة لأعينه على التنقل إلى المستشفى و القيام بالأعباء والواجبات والمصاريف المتعلقة. كان تخلل قبل هذا العمل يوم واحد كنت قد ذهبت فيه مع الأنساب بارك الله فيهم أصهري إلى منطقة شاطئ السطيحات، وعبر الطريق الوطنية، طريق رائعة ولا أروع في سلسلة جبال الريف. كنت قد وضعت فيديوهان، جوج من الفيديوهات، ولكن للأسف هذه الفيديوهات لست أدري كيف مسحت من الهاتف. فيديو يعني كان رائعا عن الطريق من منطقة أو مركز أزلا، وهو مركز شاطئي معروف، إلى مركز شاطئ اسطيحات. كانت طريق رائع، ولكن للأسف ضاع هذا الفيديو. علي أن أنتظر مرة أخرى حتى يأتي أصهاري، لأن لديهم سيارة، أنا ليست عندي سيارة الآن. كذلك هناك فيديو آخر فقد، ولكن بقي هناك فيديو واحد حول الشاطئ سأضعه لكم قريبا إن شاء الله. إذا إخواني أخواتي، بارك الله جميعا فيكم جميعا. كنت مشغول مع مشاكل صحية ل بعد والدي، هذا والدي صراحة، أحد الأقارب والدي. الآن أنا في الطريق إلى المستشفى لأستخلص بعض الأوراق وبعض الملفات من مصالح أخرى لكي أدفعها إلى مصلحة التغطية الصحية. إن شاء الله سأستأنف العمل، سأستأنف العمل في هذه الأيام، العمل مع الأصدقاء الذين يعرفونني، وأيضا تنزيل الفيديوهات. وقد أحضر قمت بتحضير العديد من الفيديوهات، أتمنى أن تفيدكم، وستأتي إن شاء الله وأنزلها في هذه الأيام. إذن بارك الله فيكم جميعا. عندما عدت إلى القناة وفتحتها وجدت العديد من الذين أشاركوا معهم ومن مشاركي الذين يقومون بنشاطات على اليوتيوب. حاولت جاهدا أن وضع لهم اللايك والتعليق ومشاهدة الفيديو، لأنه فاتني الكثير من تلك الفيديوهات عندما كنت مشغولا وحاولت أن أتداركها. إذن مرحبا بكم جميعا، بارك الله فينا وفيكم، وبارك في صحتنا وصحتكم. الصحة هي أفضل من المال، أفضل من أي شيء. يعني هذه الأيام التي قضيتها في هذا النشاط الصحي في المستشفيات والتنقل من هنا إلى هناك، تحاليل، الراديوات، السكانير، يعني شيء لا أتمناه لأحد أبدا. ترى شيئا يعني صعبا، لا من المصاريف، لا من المرضى الذين تقابلهم في المستشفيات، تحس كم هي حقا نعمة الصحة. فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. ولكن إخواني، القاعدة التي أقولها لكم دائما، الصحة هي الأساس والقاعدة، المرض فقط طارئ، جاء وسوف يذهب، المرض سوف لن يستمر. شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم، وشفى الله المرضى جميعا، بارك الله فيكم.